واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة. أنا ودي أن يقرأ هذا الباب ليعرف أبنائي طلبة العلم من هو الذي يستحق عند العلماء أن يحال عليه، لا على الفراريج الذي بعضهم لا يحسن قراءة سطرين ونحو ذلك ويقال يرجعون إليهم. يا أسفاه يا أسفاه يا أسفاه على العلم، يا أسفاه على العلم أن يحال على هؤلاء ويقال يرجع إليهم. هذه والله من أعظم المصائب التي يصاب بها العلم بل ويصاب بها الدين. فنسأل الله التوفيق والسلامة والعافية والعصمة من الزلل. لأن اليوم أصبحنا نرى الفراريج يحال عليهم، الفراريج يحال عليهم، وللأسف يا أسفاه يا أسفاه يا أسفاه.